احنا عايزين نعمل سياحه، الناس تعرف تاريخنا وتعرف حياتنا وتعرف قيمنا وتعرف مبادئنا. ايه المفروض السائح وهو جاي يقول لي، جاي يقابلني انا لازم زي ما هو جاي يتفرج عليا انا بديله رساله. ايه الرساله؟ انا مين؟ انا الراجل المنظم، انا الراجل المثير، انا الراجل القوي، انا الراجل اللي بعالجك بصح، انا الراجل مش جاي اسرقك ولا اسحتك ولا اسرح منك ولا اسرق منك ولا ان انا جاي امد ايديا ليك. انا الراجل اللي انا لما تجيلي لازم ترجع لي تاني، ترجع لي لان انا بحب بلدي، ترجع لي لان بلدي رمز. ده الاسلام اللي احنا عايشينه، ده مصر، ده مصر. سيبك بقى ما تقوليش بقى يعني حلال وحرام، الحلال والحرام ما احله الله وما حرمه الله. يا دكتور اكرم، حضراتكم لا تقبلوا ان حد يساعد ان يبقى في زنا في مصر، محدش يقبل ان يبقى في زنا في مصر. دي واحده يا دكتور اكرم، ضيوفكم الكرام وحضراتك لن تقبلي هذا الامر. حينما ارفض هذا الامر فإننا لا احرم السياحه ولا امنعها. الاستاذ عبد الله، دكتور اكرم، الاول طبعا سلامه مصعب، وانا اظن ان هذه القضيه تستدعي فتح ملف كل المصابين طبعا، ليس مصعب خطره، وانا اعتقد انهم لم يحصلوا على الرعايه الصحيه الواجبه. حضرتك عارف ان مصعب خد 200 شظيه في جسمه، 200 لا اكثر، لا من 2 في بطنه علشان 2 في الهان في اللسه هان. طيب علشان ولهذا يا دكتور اكرم، علشان مصعب وزملائه الذين ضحوا وتلقوا يعني قناص الضربات، احنا عايزين نشوف مصلحه البلد ايه في مساله السياحه. لا حد يتكلم عن الدعاره ولا بيوت اداب، دي تطبق عليها قوانين الاداب الموجوده. اي انفراد اخلاقي سجن على طول، قوانين الاداب يعني طور يعني. لكن احنا بنتكلم عن المفهوم الرئيسي للحياه. الاستاذ عصام جزاش حكم نظره، المفهوم الرئيسي للسياحه فيما اذا وصل الاسلاميون او السلفيون او السلطه. فانا ما حدش بيستفرض بنتكلم عن التطور يعني، ده كلام ولا حاجه. لا انت استفرضت رقم 2. لا لا ابدا يعني، انا ممكن اخلي حضرتك ما تتكلمش. رقم 2 حاضر. رقم 2 القضيه الرئيسيه يعني الحقيقه هو سؤال موجود من ايام الاستفتاء على الدستور. الى اين نتجه بالطبع؟ دولة دينية ام دولة ديمقراطية؟ دولة دينية في الاسلام، مفيش حاجة اسمها دولة دينية في الاسلام. دولة بديل، دولة ديمقراطية حديثة ودولة قانون. الاخوان المسلمين يعني وانت تذكر واحنا كنا واقفين معاهم قبل الثورة في كل محلهم، ايوه، وندعو لحزب ليهم بمرجعية اسلامية، كانوا بيقولوا نحن مع دولة بدنية حديثة. بعد 19 سبتمبر، بعد 19 مارس للاخوان هويدا، انه مفهوم في الدولة المدنية؟ ده يعني دولة ديمقراطية، يعني ايه المفهوم الغربي ولا المفهوم الاسلامي؟ لا دولة ديمقراطية بتحترم سيادة القانون، بتحترم حقوق الوطن، بتحترم قوانين المواطنين. الاسلام بيحترم. لا تقاطعني، بس الاسلام بيحترم. انا حد سادتك الكلمة زي ما انت مش هتقاطعني. لا مش هقطعك خلاص. لكن انا بكلم الدكتور اكرم، احنا عاوزين نعرف وجهة نظر الاخوان الواضحة، بحيث اذا دخلوا الانتخابات وكسبوها يشكلوا حكومة، وهذا حقهم، لكن في ظل دولة دستور مدني حديث يضمن الحريات العامه. لما بنسمع كلام من بعض قادة الاخوان او بعض القادات الاسلاميه الاخرى في تفزيع في المجتمع، وبعدين انا الحقيقه ازعل من حضرتك. مش عايزين نعمل تفزيع حضرتك، وعايزين نطمن الناس، وانت رجل لك قيمه. مين عمل تفزيع؟ وانت وانا ازعل من حضرتك وعاتبك، وانت رجل لك قيمه، تقول ايه؟ والمسلمين. لا احنا مسلمين، لان هذه اللغه تعبير فلت ولا هتجاوز عنه، لكن قد يظن ان في تكفير لكل القوى المدنيه والديمقراطيه. بلاش كلمه التكفير يا استاذ عبد الله. هذا كلام محمود.